المقابلة اللي تنتوقعوا غدا إن شاء الله الرباح إن شاء الله. عندنا دراري زوينين تيلعبوا في مستوى، وبغينا نفرحوا وبغينا الشعب المغربي كامل يفرح مثل بينوين. وتيبان لي وليد الركراكي اللي يعني عنده لعابة وتيعرف يتعامل مع الدراري مزيان، عندنا لعابة في المستوى إن شاء الله. وبغينا أكثر إن شاء الله مثل بينوين السعودية عجبتنا إن شاء الله وفرحت مجمع العرب كاملين، وبغينا المغاربة تما يفرحونا غدا وبكلو. عندنا لعابة زوينين إن شاء الله جوج زيرو. خويا مقابلة غدا انا نقول لك بصراحة عندنا ايكيب واعرة ياك الدراري عندنا مزيانين، انا ما بغاوش يربحوا. وغدا راك عارف تشاي كرواتي راه فيها واحد فيها مودريتش بوحدو، الا ترجلوا معانا راه غنديروا شي حاجة. بحال تفرجتي اليوم في ماتش ديال السعودية كانوا مزيانين، كشيهم لعبوا فيهم شي لاغرينطا وصافي، ونتمناو لهم كل خير اخويا. والله ما عرفتش الا ترجلوا معانا راه والله تربحوا، انا نقول لك وعقل عليا والله تربحوا. ولا زعما داروا الدراري نفس السعوديه رشيهم نتوما كي داروا لا غرينتا، ماشيش الدراري لاعبين نفس كيموتوا على التراب خويا. لا زعما الدراري ترجلوا معانا فهمتي، وكانوا كاملين كانوا في نارهم، غنتوقع يديروا ديك 1-0 ماكسيموم ولا فهمتي 2-1. لان اصلا انا المنتخب نكذب عليك ما كنامنش به فهمتيني، عمرو فرحنا خويا. المنتخب ديالنا الواحد هو الراجا هو اللي كيفرحنا. منتخب اخويا عمرو فرحنا فهمتي، عمرو دار شي حاجه خلاتنا نبغيو هاد البلاد. كيمثل المغرب ما كرهناش حنا يربحو نشوفو، حتى حنا نشوفو الرايا فهمتي، راك عارف مع الياف. ولكن راه ما توقعش شي حاجه فهمتي، مش عولش وهي راه النص في المغرب. الشاف السعوديه ربحت الارجنتين قال صافي حق المنتخب عندنا هادي، وكان حنا لاعبين ضد كروات هاد كلاسات الدوزيام في مونديال 2018. هذاك الشيء اللي قلت لك ما معولش وصافي ما تعولش. نتيجه والماتش ما غاديش يفوتش ثلاثه البيوت بليز مش عارف شنو كاين. حنا الصراحه شي اللي ربح مربوحه، ولكن راه ما معولش عليه يدير شي حاجه. اش غادي نقول لك، المنتخب المغربي كنتمنى له الانتصار، وك يعني التوقعات ديالي هو 1-0 او 2-1 للمنتخب المغربي، لاننا كما شفتوا اليوم انه المنتخب السعودي فهو فرح جميع الدول العربيه بهذا الانتصار، كنا فرحانين ليه. فتحنا كنبغيو المغرب، والانتصار ديال السعوديه هو غادي يعطي تحفيز للمنتخب المغربي باش اننا يكون انتصار. وعندنا من اللاعبين اللي في المستوى اللي ممكن اننا باش ننتصروا على كرواتيا ونتجاوزوا حتى الدور الاول، وكنتمنى الانتصار للمنتخب المغربي. عندنا لاعبين في المستوى معروفين في اوروبا، يعني سواء الصالح سواء انه شحال المستوى ديالهم المادي شحال، يعني معروفين. عندنا جميع اللعابه اللي ممكن ينتصروا على كرواتيا وتجاوزوا الدور الاول. اش غادي نقول لك، وهو رساله، وهو اللعبوا بالنفس واللعبوا برجوليه، وحنا كنمثلوا المنتخب المغربي والمنتخب العربي، نديروا ما داروا السعوديه وانتصروا. عندنا اللاعبين اللي ممكن انه باش ننتصروا على كرواتيا. كرواتيا ما كتخوفش المغرب. عندنا لاعبين اللي اكثر من اللاعبين اللي كيلعبوا في كرواتيا، وما نديروش الاخطاء، لانه جل يعني جميع التظاهرات الدوليه سواء كاس العالم او الافريقيه، فاننا كنخسروا غير الاخطاء دائما ديال بعض اللاعبين، سواء مدافعين دفاع سواء مهاجمين ما كيسجلوش، وفي بعض الاحيان تحكيم. ولكن كما كتشوفوا كاس العالم فمن الصعب باش يكون اخطاء تحكيميه، لعبوا غبر رجوليه. وعندنا يعني عندنا من اللعابه اللي ممكن ينتصروا على المنتخب الكرواتي. خويا ان شاء الله رباح، انا كيبان لي غير ربح. عندك لعابه مزيانين، لعابه كيلعبوا في دي غون ايكيب، شوف ان شاء الله غير ربح. السعوديه بانوا لي رجال انا الصراحه، وديك الارجنتين اللي كيقولوا غادي كوف دو موند وداك الشيء بانوا لي ناقصين الصراحه. ماشي المغاربه، العرب كاملين. تونس اليوم راه داروا بون ماتش، ويلا سالا الماتش. والمغرب ان شاء الله غير ربح، كاينه ديك 2-1 بحال ما هكا 3-1، المهم غير ربح. ضمن هذا الشعب اللي كنقول على ان فريق الوطن المغربي غادي يدخل بواحد العزيمه واراده قويه. الفريق الوطني المغربي ماشي هو الفريق اللي كنا كنعرفوا شحال هادي، كاين شباب تكوين اوروبي، بعض اللاعبين تكوين داخلي في البطوله الوطنيه هما عطاتهم الفرصه. كنعرفوا المدرب وليد الركراكي عنده واحد الحنكه، واحد بسيكولوج بالنسبه للاعبين،
هذا هو كما كنقولوا المدرب المناسب الفريق المناسب والشباب. المغرب كنقولوا جاب لعابه ممتازين منهم حكيم زياش بوفال حكيمي واخرين راه كنعرفوا بانهم كيلعبوا في دول اوروبيه معروفه على المستوى. وبالنسبه للدول العربيه كنعرفوا بان المغرب ما غاديش يهبط يديه حتى هو غيقول الكلمه ديالو ان شاء الله. الجبهه ديال المباراه اضعف الايمان غتكون 2-0. وان وليد الركراكي راه كنعرفوه بالنسبه شوف شنو دار مع فريق الوداد البيضاوي القبل يد معهم. شوف الطريقه كيفاش كان كيخدم اللاعب المغربي كيفاش كيهضر معاه كيفاش كيتحاور معاه ماشي بحال المدربين. هذا ما عندوش ديك كيفاش غنقولوا لها لا انت عندك تلعب انت ما عندك خدمتي غتلعب ما خدمتيش ما كايناش بلاصتك. هذا الشيء اللي كاين وهذا الشيء اللي كنا كنتمناوه في هذا الفريق الوطني المغربي. بالنسبه لرئيس الجامعه سوزي القجع راه محضر جميع اي حاجه اللي غادي توقع اللاعب المغربي راه هي كاينه الحمد لله. وديما مغرب وديما مغرب وديما مغرب الله الوطن الملك. حنا راه كنموتوا على هذا الوطن كنبغيو نعطيو الدم ديالنا راه غتمشي عند صغير تقول لي المغرب وكرواتيا غيقول لك ديما مغرب وحنا ديما من هنا كنقولوا المغرب راه تيجري لنا في الدم ديالنا.